بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم اعزائي اولياء امور الصف الثالث الابتدائي اهلا بكم في قناه ذاكر لي حساب وماس آه النهارده هناخد ان شاء الله الضرب في 100 وهو نفس بالظبط الضرب في 10 بالظبط بنفس الامثله بنفس الافكار طبعا الضرب في 100 بس هيختلف بقى لما أجي اقول 6 في 100 بكام ب 600 7 في 100 ب 700 8 في 100 ب 800 9 في 100 ب 900 وهكذا كلمة مئة او كلمة مئات ده معناها عبارة فيها صفرين فيها ايه صفرين عشان بقى من ضمن الملاحظات المهمة اللي انا اعلمها آه لابني او لبنتي مئة مئة او مئات فيها صفرين كلمة مئة ومئات فيها ايه صفرين هنا بقول لي مية بستة ستة في مية بستة هي هي ستة في مية تمام وقلنا طبعا قبل كده ان ال 100 بتيجي مع نفسها كم مره ست مرات يبقى هنكتب هنا 100 وهنا برده 100 وهنا 100 وهنا 100 وهنا 100 يديني كام 600 100 في 7 او 7 في ايه في 100 او 7 في ايه في 100 عباره عن 100 و100 وبرده 100 وهنا 100 و100 و100 100 7 في 100 بكام 700 طبعا كل الامثله دي كده برده تمام 100 في 9 برضه هي هي 9 في ايه؟ في 100 وهكذا، طب تعالى بقى 100 في 10. 100 في 10 هي هي 10 في ايه؟ في 100 ودي 100 في 100 في 100 عباره عن في الاخر ب 1000. هنا 100 برضه و100 وهنا 100 وهكذا بقى. طيب. 10 مئات هي عباره عن 500 زائد 500 500 زائد 500 يديني 10 مئات 500 ب 500 و500 قلنا بمئات يعني بصفرين برضه 5 برضه بايه ب 500 500 و500 الف 10 مئات بتساوي 600 زائد 400، 600 ب 600 و400 ب 400 يديني في الاخر ايه؟ برضه 10 اه مئات، 10 مئات برضه من دون ملاحظات بايه؟ ب 1000. 10 مئات بايه؟ ب 1000. على طول كده 10 ب 10، مئات يعني بصفرين اهي. شوف شوف, شوف جت ازاي؟ لو هو عايز يفهمها يعني. ال مئات او 3 زائد ايه يديني 10؟ 3 زائد ايه يديني 10؟ بعد الثلاثه لحد ما اوصل ل 10، هيديني 7 700 ب 700 و300 ب 300 ب300. الصفرين يطلعوا بره و3 و7 كام؟ 10. طيب 100 تاني يعني 2 زائد 5 زائد ايه يديني 1000؟ 1000 ديت برضه يعني 10 مئات زي ما قلنا زي اللي فوقها. 2 زائد 5 زائد ايه يديني 10؟ يعني 2 و5 7، بعد 7 لحد ما اوصل ل 10. يبقى كام؟ 3. هنا 200 وهنا 500 ب 500 و300 برضه بكام؟ ب 300. 101 يعني 1، و2 3 يبقى 4. اعيد بعد الأربعة لحد ما نوصل للإيه؟ للـ 10، قلنا الـ 10 مئات، للـ 10 هيبقى كام؟ 6. 101 100، و300 ب300، و600 بكام؟ ب600. هي نفس التر التمرين بالظبط. 0 في 100 ب0 1 ب 100 ب 100، 2 في 100 ب 200، 4 في 100 ب 400، 5 في 100 500، 6 في 100 600 700، 8 في 100 800. تسعة 900, 900, 10 في مية تسعمية عشرة في مية بألف ب بألف تلاتة في مية بتلتمية خمسة في مية مئة اتنين في تلاتة في مية الصفرين يطلعوا لي بره واتنين في تلاتة بستة الصفرين يطلعوا لي بره والتلاتة في أربعة ب 12 الواحد ملوش أي قيمة الصفرين يطلعوا لي بره والتلاتة في تلاتة بتسعة الثلاث أصفار دول يطلعوا لي بره والواحد في واحد بواحد برده نفس الكلام برضه نفس الأمثلة الصفرين يطلعوا لي بره والأربعة في واحد بأربعة الصفرين بره و3 في 9 ب27، الصفرين بره و2 في 4 ب8، الصفرين بره و2 في 5 وهكذا كل المسائل كده. طب هنا بيقول العكس 100 في ايه بيساوي 700؟ هنا لما يجي لي نقط في النص او في الاول انا بخلي ابني إيه يعمل نظام المقارنه او طريقه الحذف. يعني انا احسن طريقه طريقه الايه؟ الحذف. لما يجيب لي نقط في النص او في الاول بخليه يعمل طريقه الحذف. ايه طريقه الحذف؟ اشيل الصفرين دول مع الصفرين دول. واحد في ايه بيديني سبعة واحد في سبعة اشيل الصفرين دول مع الصفرين دول اربعة في ايه يديني اتناشر ايه اللي بتضرب في اربعة يطلع لي 12 3 في اربعة يكون حافظ الجدول بقى صم بقى الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول ستة في ايه يديني ستة 6 ستة في ستة الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول سبعة في ايه يديني تسعة ده اشهر واحدة سبعة في سبعة الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول في ايه يديني اربعة وستين تمانيا في تمانيا. هنا 3 في 7 ب 21 اشيل 21 مع 3 في 7 يتفضل لي ايه صفرين صفرين يعني مين صفرين دول يروحوا مع الصفرين دول يتفضل لي 20 4 في ايه يديني 20 4 في 5 ونفس الكلام هنا برضو صفرين مع صفرين 7 في ايه يديني 63 7 في 9 وهنا برضو الصفرين دول مع الصفرين دول 5 في ايه يديني 40 في 8 وهكذا كل المسائل هنا بيقول لي 50 في 30 بيساوي 5 في 100 بيساوي 5 في ايه في 100 هتشيل بص الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول والخمسه دي تروح مع الخمسه دي اتفضل لي ايه 3 خلاص نفس المساله ايه اهو احنا قلنا هنا 3 اشيل 100 دي مع ال 100 دي اتفضل لي 3 في 5 ب 15 اضرب بقى الصفرين دول يطلع لي بره ال 15 في 1 بكام ب 15 الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول والاربعه دي تروح مع الاربعه دي تفضل لي كام 9 خلاص طيب هنا بقى 100 في ايه هنشيل الصفرين دول مع الصفرين دول اتفضل لي 4 ب 9 ب 36 36 في 100 الصفرين يطلع لي بره و36 في 1 ب 36 اتمنى يا رب تكون الفكره النهارده عجبتكم وسهله وبسيطه واشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته